السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله. اتفاقية تخص ثلاثة برامج عملية. الأول في مجال البحث العلمي والتطوير التكنولوجي والابتكار، بحيث سنرافق قطاع البحث العلمي والتطوير التكنولوجي الموريتاني من أجل معالجة عدة قضايا بحثية تخص موريتانيا بالتعاون مع عناصر البحث العلمي الجزائرية. قمنا بالإمضاء على 10 اتفاقيات توأمة بين 10 مؤسسات جامعية جزائرية وجامعة نوقشط. اليوم أتينا لتجسيد هذه الاتفاقية، وهي الدورة الأولى القيادية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي. إذن اخترنا هذا التوقيت من أجل التوقيع على هذه الاتفاقيات وعلى هذا البرنامج التنفيذي وعلى جميع بنود الاتفاقية التي ذكرت آنفا. البرنامج التنفيذي على ثلاث سنوات قابلة للتجديد كلما لاحت الضرورة، وكذلك قابلة لأن نضيف إليها محاور أخرى. جميع التخصصات أنتم استمعتم الآن فيها: علوم إنسانية، آداب، طب، صيدلة، علوم جيولوجيا إلى آخره. يعني معناها جميع التخصصات التي تقرأ وتدرس في الجامعات الجزائرية.